السلام عليكم. اليوم رانا في بلد ولايه طرف يعني بالضبط بولايه سيدي بالقاسم، وين رانا نشوفوا هنا يعني مدرسه لتكوين الشبه الطبي، وهذه المدرسه تعتبر يعني اضافه اكيده مؤكده للنظام الصحي في هذه الولايه، خاصه ان هذه الولايه تفتقد لمثل هذه النوع من المدارس لتكوين الشبه الطبي. اذا فهنيئا للطلبة يعني المتخصصين في هذا الميدان، وإن شاء الله المزيد من يعني الإنجازات في الميدان الطبي والشبه الطبي في هذه الولاية، والسلام عليكم.